العليا المخصصة لإتاحة السنة القضائية. السيد ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد حسن الأطلس، السيد حسن القضاء مدير الميزانية والمراقبة، السادة الرؤساء الأولين، السيد الوكيل العام لملكة المحكمة السنة التجارية، السيد الوالي، السيد ممثل الوالي، السادة المسؤولون القضائيون، السيد نقيب هيئة المحامين، السادة النقباء السابقون وأعضاء مجلس الهيئة، السادة القضاة والنواب والخطباء والموظفين المحاكم، السيد قائد الحامية العسكرية، السيد رئيس مجلس البلدي لمراكش، السيد رئيس جامعة القاضي عيان، السيد عميد مكتبي الحقوق مراكش، السيد والي الأمن، السيد قائد الجوي الدار الملكي، السادة المصالح الخارجية، السادة المسؤولون المجالس الجهوية العدول والمؤتمرين والمفوضين الرعد النفسي، ونيابة عن كافة العاملين بدائرة محكمة استئناف من القضاة والأطر ومنطفين بكتاب الطب، أرحب بكم جميعا لحضور هذه الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية والتي تنعقد تفعيلا للمنشور رقم السلطة القضائية صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي يحدد كيف تنعقد الجلسات الرسمية والعادية لمختلف محاكم المملكة، كما تم تحليل المبتدئ 17 جانفير 2010 المتضمن أمر جلالته بحضور الجلسات الرسمية والعادية، وذلك حسن من جلالته على صيانة حرمة القضاء ووقاره وكرامة كافة أعضائه وشرفهم وهيبتهم تقديرا للمكانة المرموقة التي تحملها الهيئة القضائية، وكذا تفعيلا للانطلاقة التي أعطاها السيد الرئيس الأول لمحكمة النقد خلال افتتاح السنة القضائية تاريخ 30 يناير 2019. حضرات السيدات والسادة، يعتبر افتتاح السنة القضائية فرصة لاستحضار أهم التدابير المتخذة من طرف محاكم